السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. طبعا مقطع اليوم على نيد فور سبيد الأنباوند، الأبديت الجديد اللي حينزل إن شاء الله بكرة. طبعا اللعبة أنا عم بلعب هلا الأبديت اللي هو 05 فوليوم 5. طبعا شكرا لـ EA، المقطع سبونسرد من EA كريتر نتورك. لا تنسوا الاشتراك بالقناة يا شباب واللايك و ليتس جو. طبعا التحديث هذا حيكون فيه اشياء كثيره، منها سيارات ومنها مناطق كثير. ممكن نشوف السيارات الموجوده في ال نظره سريعه على السيارات. هم اضافوا سيارات على اللعبه، انا للاسف ما عندي كولكشن او تشكيله سيارات على البي سي بهذا الحساب. طبعا اللودينج حياخد وقت، بس حينزل فيها سيارات وحينزل فيها مناطق جديدة، تقريبا 14 وحدة و75 مستوى سبيد باس، ومجموعة من السيارات اللي بتقدروا تفتحوها مجانا. طبعا الباتش نوت حينزل، بخليلكم اياه في الديسكريبشن او في صندوق الوصف. طبعا راح العب هلا جيم سريع، نشوف اللعبة اذا اختلف فيها شيء الجيم بلاي تبعيتها. Find game. Let's go. نفوت على سيرفر. طبعا سيارة اللامبورجيني هلا انا اشتريتها وعدلت عليها وعلى المحرك وعلى كل شيء، يعني السيارة لازم تكون اسطورية. طبعا اللودينج بعده فيها بطيء. لو حابين نكمل بـ Need for Speed Unbound ونزلكم مقاطع على اللعبة أو سوي لايف، خبرونا في التعليقات يا شباب. طبعا من أحلى الألعاب السيارات هي Need for Speed. أوكي أنا حروح على هون، أعتقد هون، ولا روح على هون مش عارف. طيب نجرب السيارة معاكم. طبعا حاليا عم بلعب باللعبة على ستيم. راحت سيارة الشرطة. طبعا رابط كنترولر. And let's go to the meetup. سيارة حلوة طالعة وسريعة وقوية. بلاي ليست. Okay, we start the event and let's go.